الشهير بمحمد ابو هنا. قول لنا بقى من شم مركز اشمون محافظه المنوفيه. مبادره الحياه كريمه عندكم اخبارها ايه؟ من افضل المشروعات اللي اتعملت في حياتنا. احنا ما كناش لاقيين اساسا. كانت المدارس بتخش الفصول بتلاقي بال 80 وال 90 طالب. النهارده المبادره عامله اكتر من 5 مدارس في البلد. عملوا النادي، عملوا الترع، عملوا الطرق، عملوا الصرف الصحي، عملوا الغاز. وبعدين احنا في كره، فكل الحاجات دي لما تتعمل في الكره امال في المدن بتعمل ايه؟ فحضرتك من اجمل ومن احسن المشاريع اللي اتعملت في الدنيا بحالها. رمضان خليفه من قريه شن مركز اشمون محافظه المنوفيه. نشكر السيد الرئيس على المبادره حياه كريمه. كنا بصراحه بنحلم بحاجه اسمها غاز طبيعي، بكوب مياه شرب نظيف، بمساكن كريمه، بطرق نظيفه، في حاجات كتير كنا بنحلم بيها. مجمع مصالح، مجمع صحي، مستشفى، ما كانت اسره، صحه اسره. النهارده الحمد لله رب العالمين يتم فيها انشاء مجمع صحي لكافه المواطنين الفقراء المحتاجين. ونشكر السيد الرئيس والقائمين على مبادره حياه كريمه بهذا الموضوع. وبصراحه كنا بنحلم بهذا الموضوع واصبح حقيقه والحمد لله رب العالمين. طب انت شايف اهم مشروع موجود حل مشكله؟ اهم مشروع عندنا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين الميه، الغاز الطبيعي، الطرق، تبطين الترع، المستشفى، مجمع المصالح للمواطنين. وفر علينا حاجات كتير بصراحة كنا بنحلم بيها. جمال محمد عبد الواحد الحنفي، وكيل إعدادي على المعاش. بالنسبة للمبادرة، مبادرة حياة كريمة القنبار الرئيس سيسي، الحمد لله ماشية على أكمل وجه عندنا في القرية، وبين الإنجازات عندنا في الشارع كل حاجة ماشية على أكمل وجه، كل المشروعات ماشية في 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 خطوط متوازية كلها. وبنشكر كل القائمين عليها والحمد لله، ربنا يتمها على خير ان شاء الله. شايف اهم مشكله كانت موجوده والمبادره بتحلها من خلال المشروع؟ في كتير، فيه بكثافه الفصول دلوقتي المدارس اللي بتنبنى دي، وفيه التبطين ده، الترع كانت متلوثه. لا عندنا ابنه كم مدرسه هنا في شمه يا ابراهيم؟ طب اسال. لا يعني المدرسه الشهداء والمدرسه فاطمه الزهراء اللي انا شايف جنبي. يعني في مدرسه دلوقتي تم بناها، وفي اجنحه ثانيه بيتم بناها برضه بنبني دلوقتي. تمام، ايه المشاريع الثانيه بالنسبه للتبطين والغاز الطبيعي؟ كل شيء اهو. يعني الغاز الطبيعي كان مشروع كنتوا بتحلموا بيه بقالكم فتره. اكيد يعني. طبعا يعني جميل، مشروع جميل جدا، البهدله بتاع الانابيب والكلام ده الناس هترتاح طبعا. الغاز الطبيعي جميل. ثابت توفيق الشعراوي من شمه. طبعا انا بتكلم على مبادره حياه كريمه بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك فيه ويطول في عمره. طبعا كل المشروعات اللي جت قريه شمه او في جميع القرى او في المبادره ككل، فهي مشروعات تخدم المواطن ككل، سواء من غاز، سواء من صرف صحي، سواء من ميه، سواء من التبطين، فهي كلها مشاريع مكمله لبعضها وتخدم المواطن وترفع من معنويات المواطن وتخدمه في كل اموره. فهي مبادرة جميلة جدا للبلد، وإحنا سعداء كلنا بهذه المبادرة وسعداء بوجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك. أنت شايف أهم المشاريع اللي هي بتتنافس في قرية شمه؟ هو طبعا المشاريع كلها جميلة. يعني الغاز ده ما كناش نحلمه إن الغاز هينزل في القرى. النهارده لما ألاقيه قدام الباب محطوط قدام، ده إحنا في نعمة. وبرضو والطرق والصرف والتبطين ليحافظ على المية ويحافظ على الطرق ويحافظ على المكان ويخلي الشيء يعني بصراحة جميلة جدا. وأنا ببقى سعيد وأنا ماشي كده سعيد في هذه المبادرة. يوسف الحنفي من قرية شمة. النهاردة احنا واقفين في القرية بنشوف إنجازات على أرض الواقع من خلال مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة.
للريف المصري. النهارده اثبتت تواجد المبادره على ارض الواقع بالشغل، وصلت لناس كتير ان العمليه خلاص دخلت في الجد، وان لازم كل واحد يكون على يقين ان في تنفيذ على ارض الواقع في اي مشروع بيتم فيه او بيتم وضع حجر اساس ليه. النهارده كانت فكره شويه شباب هم خريج البرنامج الرئاسي، اصبحت النهارده السيد الرئيس بيلبيها ومشروع اساسي من مشاريع الدوله. فالنهارده احنا واقفين قدام مدرسه الشهيد سامي الطاحون اللي بيتم النهارده عمل فيها جناح اخر للمدرسه في خلال مبادره حياه كريمه لتزويد عدد الفصول للقضاء على الكثافه في العمليات التعليميه. النهارده في مشاريع كتير برضو من خلال المبادره بتعمل على رفع كفاءه البنيه التحتيه للقريه كامله. الموضوع كان في الاول موضوع فكره، والفكره تمت من خلال السيد الرئيس بتنفيذها بموجود مشروع اساسي بيتم من خلاله. عندنا كم مشروع هنا بيتم في قريه شمس؟ عندنا اكثر من مشروع، منها في مشاريع اللي هي المشاريع الخاصه بالتعليم كمشاريع اللي هي المدرسه، في اكثر من مدرسه بيتم فيها التنفيذ. في مشاريع خاصه بالمجمعات، في اكثر من 4 مجمعات بيتموا في المبادره. في مشاريع تانية بتتم من خلال المجمع للصناعات، من خلال في الوحدة المحلية بيتم إنشاء من جديد وعمل قاعة للمجلس المحلي، في إن لو في ظروف إن هيبقى في مجلس محلي للقرى والدولة هيتم عمل قاعة فيه. بيتم فيه حاجات كتير، في مشاريع أكتر من مشروع، في الغاز الطبيعي دخل، في تطوير أكتر من عملية مياه موجودة بالقرى. إبراهيم محمد الأصوتي من شمع من هنا. انا بشكر سياده الرئيس على المبادره. من 30 ل 40 سنه ما حدش فكر في الريف وما حدش فكر ان هو يطور الريف، فالحمد لله الرئيس السيسي فكر انه يطور الريف وانه يتساوى بالمواطن الريفي من خدمات ومستشفيات ومصالح وغاز وصرف وميه بالمواطن بتاع المدن. كنا طول عمرنا بنحلم ان احنا نبقى زي مواطن المدن من الخدمات، من الصحه والتعليم والصرف والميه. فالحمد لله يعني ان مبادره حياه كريمه عملت كل ده في البلد، المدارس والمصالح الحكوميه والمستشفيات ونقطه الشرطه، والحمد لله يعني من تبطين الترع نفس النظام، الطرق والمباني سكن كريم للناس اللي هي ملهاش سكن او بيوتها مهدومه. فالحمد لله يعني كانت مبادره رائعه جدا، وفعلا المواطن الريفي يستحق هذه المبادره. اللي احنا قدامها دي ايه؟ دي مدرسة الشهداء، فالحمد لله يتم الانتهاء بها ب6/9 ان شاء الله يتم التسليم. فالحمد لله شطبت، هي مدرسة في البلد هنا في شمة يعني. بدر حسين المصري مدرس في مدرسة شمة الثانوية. بالنسبة لحياة كريمة هي مشروع جميل وممتاز ورفع من شأن القرية، سواء كان في تبطين الترع او في الغاز او في الميه، وده شيء يعني حلم ما كناش او شيء ما كناش نحلم به قبل، وربنا سبحانه وتعالى يقويهم ويعينهم يعني على المشروع. شايف اهم مشروع دلوقتي في حياه كريمه هنا في قريه شمع؟ انا شايف ان كل المشاريع مهمه. تمام. سواء كان التبطين او الغاز او الميه، او كل المشاريع مرتبطه ببعضها فهي مشاريع مهمه. كويس ان شاء الله رب العالمين. احمد بركات البركي، مواطن من قرية شمة. انا بقول ان انا في ارض الواقع دلوقتي حلم من احلام شمة اتحققت بالفعل، وعاوز اقول ان لو كان بطيات احلامي حلم او احلام متعددة ما كنتش احلم ان يحصل في ارض الواقع دوت. وبشكر برضه الرئيس على انه حقق وعمل ورسخ في الشباب ان في حاجة اسمها وطن. هو فعلا انا حسيت ان في فعلا دولة من خلال زي بيبصوا له، وبجد شمة فيها تطورات. انا عن نفسي انا بحلم ان هي عباره عن كومباوند صغير في قريه سياحيه، لما ابص الاقي الغاز الطبيعي، مجمعات صحيه، وفي نفس الوقت الاقي في تطوير في المدارس، حركه تعليميه. كان عندنا كثافه كبيره جدا في الحركه التعليميه، الحمد لله بعض الشيء هتبقى دلوقتي كويسه. كان ده انشاء مدرسه جديده 4 أو 5 أجنحة متعدده، تعليم اعدادي او تعليم اساسي. وفي نفس الوقت عمليه الميه اللي كنا بنعاني منها سنين دلوقتي الحمد لله بتتم تفعيلها دلوقتي وتنزل عشان تتجدد.
وفي عمليه المياه المكرره التوازيه الجديده الحمد لله واشتغلت بالفعل، وعندنا برضو ضابطين الترع وهنشوفه على الارض الواقع دلوقتي حاجه حلوه مش ممكن تتخيلوا يا جماعه. المشروع كبير، انا عن نفسي انا بعمل في 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 بيتي وفي غيتي حاجه صغيره كلفت عليا الوفات، عشان حال الدوله يبقى كتر خير الدوله ان بتعمل حاجات زي كده. انا عن نفسي مش مصدق ان كل كميه المشروع اللي بتحصل في شمه، وانا برضو بحس ان شمه خدت من الدوله جميع كل يعني الانظار وصبوها في شمه عند جميع القرى، والحمد لله انا بحسد نفسي ان انا من شمه.